إذا معنا سعد الدين العثماني وكيل لائحة العدالة والتنمية بإقليم محمدية. السلام عليكم. وعليكم السلام. إذا أهلا. اليوم انتهاء الحملة الانتخابية، يعني كيف دازت الأجواء الحملة الانتخابية هنا بمدينة المحمدية عند الحزب العدالة والتنمية؟ بالنسبة لنا احنا أجواء الحملة الانتخابية كانت رائعة، كانت جيدة، كان إقبال جيد للمواطنين. كنحيي جميع المواطنات والمواطنين اللي تفاعلوا معنا في الحملة. نعم. بأي طريقة بأي تفاعل كان، لأن التفاعل اللي كننتظره حنا هو الإنصات وإبداء الهموم والاستماع لهموم الساكنة ويعبروا على الرأي ديالهم بحرية كاملة، باش حنا نتحاوروا ونبداو حتى حنا الرأي ديالنا. الحمد لله هذا كل شيء تم في أجواء جيدة جدا. لكن أيضا أريد أن أنوه بمناضلي الحزب ومناضلات الحزب اللي حتى هما ساهموا في هذه الحملة بطريقة مكثفة نضالية كبيرة. كلهم كانوا كيخدموا دون مقابل، كيضحيوا في كثير من الأحيان بالأوقات ديالهم، بالراحة ديالهم، بالجهد ديالهم، بأموالهم أحيانا، أحيانا هما كيديروا من جيوبهم. نعم. بل في كثير من الأحيان. فكنحييهم لأنهم عطاو واحد المثال ديال النضالية وديال التفاني وديال العمل الوطني المخلص. هذا جانب، ولكن كاين واحد جانب آخر هو عموما الحملة في مدينة المحمدية جيدة، جوها عموما جيدة. ما كاينش شي حاجة شي صراعات اللي سيئة بين الأحزاب ولا شي استعمال للعنف ولا شي حاجة. هذا الشيء وقع منه شوية في بعض الدوائر، ولكن في دائرة المحمدية الحمد لله مرت الأمور كلها بسلام، وهذا كيعكس النضج ديال الساكنة والمستوى المتخلق ديالهم. إذا سي عثماني، المتوقعات ديالكم في الحملة في الانتخابات ديال غدا إن شاء الله، شنو المتوقعات ديال حنا؟ التوقع ديالنا حزب العدالة والتنمية يكون هو الأول. نعم. في مدينة المحمدية. لا هذا سؤال كيصعب دابا. نعم. السؤال كيرجع يعني الجواب ديالو للمواطنين غدا. نعم. في صناديق الاقتراع، ولكن على حسب التفاعل ديال الساكنة وخصوصا التفاعل ديالهم مع المهرجان الخطابي اللي حضروا الامين العام الاستاذ عبد الاله بن كيران، والحضور المكثف في هذاك المهرجان والتفاعل ديالهم. نعم. في المهرجان وايضا بعد المهرجان في جولات اخرى وفي لقاءات اخرى عديده، يعني كلها كتعطينا اشاره على ان حزب العدالة غادي يكون الاول. نعم. انما خصنا بغيت نوجه واحد النداء للساكنه الى التوجه بكثافه للتصويت غدا الجمعه، يحضروا بكثافه. وما وهذا استعمال المال خصنا نغطيو عليه. نعم. عن طريق التصويت بكثافه، هو اللي كيخلي الاختلالات الموجوده ما كتاثرش. نعم. في النتائج ديال الانتخابات، وحنا عندنا الثقه في ساكنه مدينه المحمديه. اخر سؤال السي عثماني، هو في انتظار النتائج ديال الانتخابات غدا ان شاء الله، شنو الاحساس ديالكم وشنو انتم كتسناو النتائج بفارغ الصبر؟ الاحساس ديالنا اجن قلت لك الثقه في الساكنه اولا، ولكن ايضا حنا كنحسوا بانه هذه الانتخابات هي ذات بعد وطني، الرهان فيها وطني. نعم. منذ دستور 2011 ولات الانتخابات هي عندها وظيفه سياسيه اللي خصها تكون عندها. نعم. وانه المواطن يمكن يقرر شكون هو الحزب اللي بغاه يكون الاول على المستوى الوطني، وشكون هو الحزب اللي منه غادي يكون رئيس الحكومه المقبل واللي يشكل الحكومه. نعم. هذا راه واحد سلاح بيد المواطن يمكن يأثر فيه على مسار الامور، فلذلك المواطن خصو يعتز بهذا السلاح اللي عنده ويستعمله، وهذا الاستعمال ديالو ما يمكن يكون الا في هذا اليوم ديال التصويت. فلذلك انا كنشعر بانه فعلا حنا في واحد اللحظه تاريخيه مهمه بالنسبه لبلادنا، بالنسبه للمستقبل السياسي، بالنسبه للتطور السياسي لبلادنا، وان شاء الله ما يكون غير الخير. اخر سؤال غادي نسولو سيدي عثماني، الى فاز الحزب العداله والتنميه يعني بالمقاعد هنا مدينه المحمديه، ولا فازوا يعني مشيتوا للحكومه، يعني شنو اللي غدير لمدينه المحمديه؟ وانت دابا عشتي في مدينه المحمديه وعرفتي المشاكل ديال مدينه المحمديه. حنا اقترحنا واحد المقترح، وهو العمل على اخراج برنامج على برنامج للتاهيل الحضري لمدينه المحمديه. نعم.
يكون متكامل على غرار عدد من المدن. وزارة الداخلية لحد الساعة كتقول بأنها دارت ما يقرب من 400 برنامج للتأهيل المحضري في المغرب. وهم عدد من المدن، بخصوص هذه البرامج الأخيرة هي برامج متكاملة شاملة، كتدمج الجوانب الاقتصادية، الجوانب الاجتماعية، الجوانب الثقافية، الجوانب البيئية، والجوانب الإنسانية في واحد البرنامج متكامل. وهذا الشيء اللي خص مدينة المحمدية، لأن حواليا وقع فيها تدهور. وأنا شفت اليوم الأمين العام ديال الحزب المعلوم دار المهرجان، سمعت الكلمة ديالو كيقول بأن مدينة المحمدية تدهورات، وعلى المستوى ديال البيئة ديالها، وعلى المستوى ديال المناطق الخضراء، على المستوى، وأنا متفق معاه، ولكن شكون اللي كان في مجلس البلدي تيرة المرحلة الماضية واللي أدى بالمحمدية إلى كارثة حقيقية؟ نعم. وخلى على المجلس البلدي ديون غير، يعني بغينا نقولوا لا ما يستطعش المجلس البلدي يتجاوزها بسهولة. نعم. هذه هما اللي خلاو هذا الشيء، وكانوا في مدينة المحمدية. فاليوم لابد من أن تكون هناك خطة إنقاذ لمدينة المحمدية، وهذه بطبيعة الحال البرلماني ماشي هو اللي غادي يدير هذا الشيء، غير يمكن يكاتب يطالب يغوت شوية عليها باش يكون هذا برنامج التأهيل الحضاري لمدينة المحمدية. أما اللي كيتاخذ القرار في نهاية المطاف هي وزارة الداخلية والحكومة. نعم. فهمتيني؟ وكانت يكون فيها شركاء. وهذا البرنامج شنو الأهمية ديالو؟ الأهمية ديالو أنه أولا كيكون شامل، لأن كيدمج هذه العوامل كلها. ثانيا أنه نتيجة الشمولية ديالو كيعبأ إمكانيات مادية ومالية من مختلف الإدارات، الوزارات، المؤسسات العمومية. ولكن في الوزارات بالخصوص وزارة الداخلية كتعطي القسط الأكبر، وأيضا الجهة والمجلس البلدي. واللي غادي تاخذ مبادرة هو المجلس البلدي، واللي تاخذ القرار هو وزارة الداخلية. ولكن جميع المؤسسات الأخرى يمكن لها تكون يكون عندها دور في هذا الشيء. إلا استطعنا نديروا هذا البرنامج التأهيل الحضري يمكن تغيير وجه مدينة المحمدية في المستقبل. وهذا أيضا غادي يعني العمالة كلها. نعم. أيضا من العمالة كلها، هناك بالخصوص هذه القضية ديال إعادة الإيواء وحل مشكل ديال دور الصفيح، اللي هو كاين حلول من الأرض وبعضها غادي، وبعضها يحتاج إلى شيء من واحد الدفعات. سيدي العثماني، كي كتشوف بعض المنتخبين اللي كيهضروا انهم يعني هما كمنتخبين اللي غيكونوا كبرلمانيين كيهضروا انهم كانوا غيكونوا غيكونوا ك يعني منتخبين ديال المجالس البلديه، كيهضروا على المجال يعني على النافوره، يصوب النافوره بين مع الاسف هذا غير كيعكس انه ما كاينش فهم المهام ديال كل واحد. نعم. فقط يعني ما كاينش تفرقه بين البرلمان، ما كيميزش بين المهمه ديال البرلماني. نعم. ومهمه ديال المجلس البلدي. انا ديما كنقول بان البرلماني هو إنسان يمكن أن يتدخل لدى الجهات مسؤولة. نعم. يمكن يحثهم، يمكن يكتبهم، يمكن يطالبهم، يمكن يحتج عندهم. نعم. ولكن القرار لا يمكن أن يتخذه هو، وخصوصا فيما يخص الشؤون المحلية والجهوية. خصنا نفهموا بأن معينة، وما يمكنش الواحد يتدخل في اختصاصات الآخر. نعم. اللي باختصاص مجلس الجهة ما يمكنش يتدخل في مجلس البلدي. نعم. وخصنا مجلس البلدي ما يمكنش مجلس الجهة يتدخل. ولكن هادو كلهم خصهم يتعاونوا، لأن عن طريق تعاونهم يمكن ينجزوا مع بعض المشاريع لكل واحد كيتدخل فيها على حسب القدره ديالو. هذا هي القصه ديال المستشفى الاقليمي ديال مدينه المحمديه. فاش ولا المجلس البلدي مهتم بالوضع ديال مدينه المحمديه، استطاع هو عن طريق التفاهم والتفاعل مع وزاره الصحه ومع مجلس الجهه، استطاعوا يخرجوا ويديروا شراكه لبناء مستشفى اقليمي في مدينه المحمديه. ولكن المجلس البلدي قام بدور. نعم. ومجلس البلدي الان هو اللي مكلف بحيازة الارض، وان شاء الله بعدها غادي تولي المراحل الاخرى. نعم. فهذا كيبين كيفاش كدار الامور. ما يمكنش ادعي برلماني بانه يمكن يقوم بالمهام ديال هاد المؤسسات. نعم. يعني مساله تخطير المنتخبين، هي مساله تخطير المنتخبين، هي اختيار المنتخبين. الأحزاب خصها تختار المنتخبين ديالها من الناس اللي عندهم معرفة. نعم. بالقانون، معرفة باختصاصات ديال المؤسسات، معرفة بالشأن العام كيفاش كيتدبر. وكنظن ماشي جميع الأحزاب كيديروا هذا الجهد. يعني أحد البرلمانيين اللي كان الخطاب ديال عبد الله بن كيران
قلت لي بان كاين المجلس الجمعي ديال المدينه المحمديه انه تدخل وعلى قبل المستشفى الاقليمي، وكنسمعوا بان حتى واحد يعني البرلماني انهم حتى هما تدخلوا في هذا الملف. صحيح. وانا هذا البرلماني ما تجبش الاسم ديالو، وكاين بعض الصحافه انها حرفت هذا الكلام هذا ونسبت بان السيد دايرو العثماني انه ما ذكرش هذا البرلماني. لا انا ما انا ماشي من مهمتي نذكر برلمانيين، ولكن انا قلت بان برلمانيين اخرين راه تدخلوا من احزاب اخرى، قلت من احزاب اخرى. فهذه هي الحقيقه والانصاف، ولكن انا ما غاديش والناس عارفين. لا هو معروف، ولكن في مهرجان الى اخره انا ماشي ملزم باش نذكر الاسماء. انا ماشي تما باش نذكر الاسماء، انا كنذكر القضايا، انا كنحاول نشرح الديناميكيه كيفاش غادي تكون في المرحله المقبله، وان فرصه حزب العداله والتنميه باش يخدم مدينه المحمديه يلاه ولات فرصه حقيقيه، فاش ولا داخل في المجلس البلدي وعنده رئاسه المجلس البلدي. هذه هي الفكره اللي غادي نشرح. نعم. بغض قمت بواحد الجهد لاصلاح الطرق على مستوى عماله المحمديه. نعم. خارج مدينه المحمديه. نعم. وان عدد من الطرق وداك الشيء موثق. نعم. تصلح فعلا، وبعض الطرق في طور الاصلاح. نعم. الان. نعم. من عبقة شهور معدوده وغادي يكمل. نعم. وان هذا الجهد اللي دار ما عمره ما دار في ظل حكومه سابقه. نعم. وتحرف الكلام على اساس انه مدينه المحمديه ومجلس البلد دخل. لا انا لا اقول مجلس البلد، هذه وزاره التجهيز. نعم، هي اللي كان عندها. وهذا الشيء عندنا فيه الوثائق. نعم. الكامله. اذا كنشكرك سيد عثمان. شكرا جزيلا سيد فهد. شكرا لك. الصحفيين جميع المحمديه كيشكروك ونتمنى التوفيق لجميع الاحزاب. شكرا شكرا.